السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في هذا لا نوفيل فيديو مع مول فرونسي. من بعد ما قمت بوضع مجموعة من الفيديوهات اللي كنطرح فيها مجموعة من الدروس اللغوية، بزاف الأشخاص طلبوا مني باش نديرو تصحيح ديال مجموعة من التمارين اللي درنا في نهاية ديال كل فيديو. فكيف ما كتعرفوا، في نهاية ديال كل فيديو كنشرحوا فيه الدرس اللغوي كنحطوا واحد التمرين تطبيقي باش نعرفوا واش حنا فاهمين هذاك الشيء اللي تقال في الدرس او لا. فمثلا في الدرس ديال لي فيغور دو ستيل، كيف ما كتعرفوا، قسمناه لجوج ديال الفيديوهات. في كل نهايه ديال كل فيديو كنحطوا واحد التمرين تطبيقي. اللي غنديروا في هاد لا فيديو هادي هي اننا غادي نقوموا بتصحيح هذوك جوج تمارين اللي شفنا في نهايه ديال لا فيديو ديال لي فيغور دو ستيل. فاذا كنتي اول مره كتشوف هاد لا فيديو او لو اول مره كتدخل لاشين مول فرونسي، يعني باقي ما شتيش الدرس ديال لي فيغور دو ستيل، فمن الاحسن انك دير بوز لهاد لا فيديو هادي، غتمشي غتشوف هادوك جوج فيديوهات ديال لي فيغور دو ستيل، غادي تصمت وتتبع الشرح يعني حتى النهايه ديالو. وغدير ايضا واحد المحاوله مع دوك جوج تمارين اللي كاينين في النهايه ديال لا فيديو. التمرين ديالنا كان مطلوب فيه اننا نجبدو مجموعه من لي فيغور دو ستيل اللي تستعملات في واحد المجموعه من الجمل، وما خصكمش تنساو بلي هي نفس الطريقه باش كتحط السؤال على هاد الدرس ديال لي فيغور دو ستيل. هو في الامتحان بكل بساطه كيعطيونا واحد الجمله معينه كتخد غالبا من النص، وكيطلبوا منا نجبدو لا فيغور دو ستيل اللي تستعملات في هذيك لا فراز. الو نفس الشيء بينا نديرو في هاد التمرين هذا. هنا غادي نبداو بالجمله الاولى. كنقراو هنا جي اكسبليكي سيت لوسون 6000 فوا، شرحت هذا الدرس 6000 مره. الا كتشوفوا هنايا نقدر نكون انا شرحت الدرس هي 5 المرات او لا هي 2 المرات، وقلت لشي واحد مثلا شرحت هذا الدرس 6000 مره، ما يمكنش انا نكون شرحته 6000 مره. وبالتالي هنا كتفهموا بلي كاينه واحد النوع ديال المبالغه يعني في التعبير ديالي. الوغ هاد لا فيغور دو ستيل هادي الا عقلتوا عليها هي تو سامبلومون لا فيغور دو ستيل ديال ليبربول، سي اون اكزاجيراسيون. الو هنايا اللي كنعبروا عليه هي ليبربول. غادي نشوفوا الجمله الثانيه. سو بيتي شا ريسومبل ا ان تيغر، هاد المش صغير كيشبه لواحد لو تيغر ولا كيشبه لواحد النمر. هنا لا فيغور دو ستيل اللي تستعملات في هاد الحاله هادي هي بكل بساطه واحد لا فيغور دو ستيل اللي كتمكننا ان نديرو واحد التشبيه ديال واحد الحيوان بواحد اخر. وبالتالي هنا درنا تشبيه ولكن باستعمال واحد الاداه وهذا الفعل هذا ديال شبه ريسومبل. وبالتالي هنا كنهضروا على اون كومباريزون باسكو كاينه الاداه ديال التشبيه. الجمله الثالثه عندنا محمد ا اون فوا دو ليون، محمد عنده الصوت ديال السبع. وحنا عارفين هنايا كنشبو واحد الحاجه بواحد الحاجه واحده اخرى، كنشبو الصوت ديال محمد بالصوت ديال السبع. وبالتالي هنايا ملي شبهنا واحد العنصر ولا واحد الحاجه بواحد الحاجه اخرى ما استعملناش اداه التشبيه. وبالتالي هنا كنهضروا على واحد لا فيغور دو ستيل اللي كنديروا بها التشبيه لكن بدون اداه ديال التشبيه. هنا كنسميو هاد لا فيغور دو ستيل تو سامبلومون ميتافور. غادي نشوفوا لا كاتريام فراز. الجمله الرابعه، هوليوود دو لافريك اي توجور جويو، هوليوود افريقيا ديما فرحان. هنا الى رديتو البال هاد الجمله هادي فيها في الحقيقه جوج ديال لي فيغور دو ستيل. غادي نشوفوهم اشنو هما هاد الجوج فيغور دو ستيل. اولا قلنا هوليوود ديال افريقيا باش نعنيو بها ورزازات. حنا عارفين بلي هادي واحد العباره كتطلق على ورزازات، وبالتالي هنا كنهضروا على فيغور دو ستيل ديال لا بيريفراز. الو الحاجه الاولى اللي غادي نكتبو هي لا بيريفراز. غادي نفترضوا اننا قلنا ديريكتومون ورزازات اي توجور جويو، الو ما بقيناش استعملنا لا بيريفراز ولكن هنا كنقولوا ورزازات هي اللي سعيده، ورزازات فرحانه. في الحقيقه ماشي ورزازات اللي فرحانه ولكن الناس اللي كاين في الداخل ديال ورزازات، يعني الناس ديال ورزازات السكان ديالها. وبالتالي ايضا غادي نهضروا على واحد لا فيغور دو ستيل الثانيه اللي استعملت في لا ميم فراز. هاد لا فيغور دو ستيل هادي سميتها تو سامبلومون ميتون يمين. غادي نشوفو الجملة الخامسة، جو غيغي لوسكو فو بلوغي، غادي نضحك الوقيتة اللي غتبكيو نتوما. هنا عبرنا على جوج الحوايج، كنا جو غيغي أولا لو غيغ الضحك
وكاين ايضا بلوغي اللي هو البكا. وبالتالي هنا عبرنا على جوج الحوايج اللي هما نورمالمون متناقضين، جمعنا بيناتهم واحد الجمله. هنا كنهضر تو سامبلومون على اون انتيتيز. نزل للجمله السادسه او لا فراس 6، لور نوار اي ترو شير. هنا قلنا الذهب الاسود غالي بزاف. شنو اللي كنبغيو نقصدو يعني بالذهب الاسود؟ هنا كنقصدو به تو سامبلومون البترول اللي كتعرفوه مزيان. وبالتالي هنا كنهضروا على اوسي اون بيغي فراز، يلا عاد دابا شفناها في هوليوود دو لافريك. الجملة السابعة، مروة اشتي دي بونبون دي بيسكوي اي ان بالون. هنا كنهضر على واحد البنت اللي شرات مجموعة من الحوايج. الوغ هنا دي بونبون، عندنا اوسي دي بيسكوي، وعندنا اوسي ان بالون. هنا ثلاثة د الحوايج حطيناهم حدا بعضياتهم، بقينا كنديرو لا فيغيكول بيناتهم، ولكن في العنصر الاخر كنديرو اي، عاد كنحطو هذاك العنصر الاخير. هنا بحال درنا التعداد ديال هذوك الحويجات اللي شرات هاد البنت هادي. هنا تو سامبلومون كنهضرو لا فيغيغ دو ستيل ديال لينيميراسيون. غادي نشوفو لا فراز نيميرو 8. La phrase numéro 8, كتقول je regarde la neige qui danse. كنشوف الثلج اللي كيشطح. ربما هنا الكاتب كيبان ليه بلي الثلج ملي كيطيح كيمشي ويجي كيديه البرد، وبالتالي بالنسبه ليه كيبان ليه بحال الثلج كيشطح. هنا الكاتب شنو دار؟ خدا الشطيح او لا دانس اللي هي واحد الحاجه كتعلق بالانسان، عطاها واحد الجماد اللي هو الثلج، وبالتالي هنا بحال شخص هذاك الثلج، بحال عطاه واحد الصفه انسانيه. كنسميو هنا في هذه الحاله هذه هاد لا فيغور دو ستيل الشخصنه اولا باللغه الفرنسيه بيرسونيفيكاسيون. غادي نشوفو في لا فراز نيميرو 9، لامور ما سوري، الحب ضحك ليا. كيف ما كتعرفو مزيان الحب حنا عارفينو كاين، ولكن واحد الحاجه اللي هي ماشي ملموسه، ما كتشافش، ما نقدرش نصفوها، ما نقدرش نشموها الى اخره. كيتسمى الحب حقيقه غير ملموسه، حنا عارفين كاين ولكن ما نقدروش نوصفه. كيتسمى تو سامبلومون بالفرونسي اون رياليتي ابستريت. وهنا شنو درنا؟ هنا صورنا اولا عطينا الحب صوره، عطينا واحد الحاجه اللي ماشي هي كونكريت، اللي ماشي هي ملموسه، عطينا واحد الصوره، وبالتالي بحال صورنا هذاك لامور ولا هذاك الحب اللي كيبتسم لينا ولا اللي كيبتسم ليا. هنا عطيت واحد لا كاليتي هيومان، واحد الصوره اللي كتكون عند نورمالمون عند الانسان، عطيت لها واحد الحقيقه غير ملموسه. فهاد الحاله هذه ما كنهضروش على بيرسونيفيكاسيون بيان سور، ولكن كنهضروا على اليغوري. لا فراز نيميرو 10 او لا في الجمله رقم 10، سون كور اي دور كوم ان نوف. هنا عندنا واحد لا فيغور دو ستيل، وفي الحقيقه عندنا جوج، ولكن يكفي اننا نجبدو غير وحده. سون كور اي دور كوم ان نوف، قلبو قاس بحال شي بيضه. هنا اولا عندنا لو تي دو كومباريزون، شبهنا شي بشي، شبهنا القلب ديالو بواحد البيضه. يلا عندنا لو تي دو كومباريزون، هنا كنهضروا تو سامبلومون الحاجه الاولى اللي غادي تبان لينا واللي هي بسيطه نجبدوها هي لا كومباريزون. الحاجه الثانيه اللي غادي نجبدو هو اننا عندنا دور يعني قاسح، و اوف يعني اللي هو فراجيل نورمالمون، شي حاجه اللي ما قاسحاش، يعني العكس تماما. وبالتالي نقدروا نهضروا سي هنا على اونتيتاز. غادي نشوفوا في لا فراز 11، فيليسيتاسيون tu as eu une mauvaise note. في الجمله 11 او لا في لا فراز 11، هنا كنهنئوا شي واحد اللي جاب واحد النقطه خايبه، واحد النقطه ني اون موفيز نوت. هنا نورمالمون، هنا نورمالمون الواحد ملي كيجيب واحد النقطه خايبه ما كنقولوش لو فيليسياسيون، ما كنقولوش لو برافو، ولكن نورمالمون كنوبخو. هنا قلنا العكس ديال هذاك الشيء اللي خاصو يتقال. هنا تو سامبلومون كنهضروا على لا فيغ دو ستيل ديال انتي فراز. نشوفو في لا فراز 12، هنا جو مور دو سوا، كنموت من العطش. هذاك اللي كيقول مثلا كنموت من العطش، واخا نخليوه يزيد نهار مازال ما غاديش يموت من العطش. وبالتالي هنا ملي عبر على الهضره ديالو ملي كيقول كنموت من العطش، فهو هنا
كيعبر على واحد الحاجه ولكن بمبالغه، كيستعمل ليكزاجيراسيون. الوغ لا فيغور دو ستيل هنا اللي كنهضر عليها هي هيبربول. غادي نشوفو لا فراز نيميرو 13. في لا فراز نيميرو 13 عندنا مون امي ا اشتي ان فيلو اي ني با مال، صديق ديالي شرا واحد البيكالا ما بيهاش. الو هنايا كيف ما قلنا واحد لا فيغور دو ستيل اللي كتكون باينه حتى هي، علاش؟ حيت كتكون فيها لا نيغاسيون اللي هي بنو با غالبا كتكون فيها. الو هاد لا فيغور دو ستيل هادي سميتها لا ليتات. هاد لا فيغور دو ستيل كتخلينا اننا عوض ما نقول واحد الحاجه كنقولها باستعمال النفي. عوض نقول مثلا، عوض ما نقول مزيان كنقول ما بيش. الا كان ما بيش هادشي كيعني انه مزيان، الا كان ما خايفش هادشي كيعني انه مزيان. الو هنا لا فيغور دو ستيل اللي كنهضروا عليها سي ليتات. نشوفوا لا فراس 14. جي رونكونتري اون في، لقيت مع واحد البنت اللي با موش، لقيت مع واحد البنت ما خايباش. اش كيعني ما خايباش؟ كيعني انها زوينه تو سامبلومون. واحد الا ما كانش خايب غادي يكون زوين، وبالتالي هنايا عوض ما نقول ديريكتومون زوينه قلت ما خايباش. هنا اوسي استعملت لا ميم شوز، لا ميم فيغور دو ستيل اللي هي لا ليتوت. غادي نشوفو لا فراز 15. مروه، احمد، كريمة، آدم أو آدم إلى ميا سون توس مازالان. ألو هنا عطيت مجموعة من الأشخاص، مجموعة من الأشخاص بالسمية ديالهم. إلا كتشوفو هنايا عندنا في المرة الأولى لا فيغول، عاوتاني لا فيغول، عاوتاني لا فيغول، باش كنفصلو ما بين هاد العناصر هادو. ولكن فاش يبقى لنا عنصر واحد يعني في آخر المطاف تنكتبو إي أو لا أو، إي اللي هي و أو لا أو اللي هي أو. وبالتالي هادو هنا قلنا مجموعة من التلاميذ، قلنا هادو كلهم التلاميذ ديالي. هنا شنو درت؟ درت التعداد ديالهم بحال بقيت كنحسبهم واحد بواحد. هاد لا فيغور دو ستيل تتسمى تو سامبلومون لي نيميراسيون او لا ميم اكوميلاسيون. خصكم تعرفوا بلي انيميراسيون و اكوميلاسيون راهما جوج سميات ديال نفس الحاجة. الوغ هنا نقدر نكتبو انيميراسيون او نكتبو اكوميلاسيون، راه هي نفس الحاجة. الجواب ديالنا دائما صحيح. غنشوفو لا فراز نيميرو 16. Ma grand-mère nous a quittés aujourd'hui. Jda ou le jdati radratna liom. En réalité, cette phrase a dit qu'elle te dit, par exemple, si tu dis quelque chose, ou si tu dis par exemple, radratna, ou si tu dis mcha andallah, ou là, il n'est plus, ou là, quelque chose par exemple, باش تفادى هذاك الواقع او لا هذاك التاثير او لا هذاك الصدمه اللي قد تكون عند ذاك الشخص اللي بيسمع الهضره ديالك. ايوا ما تقول له مثلا ربك مات، كتقول ليه مثلا البركه في راسك مشيت باك، او لا باك الله يرحمه، او لا باك مثلا مشى عند الله، ولا شي حاجه بحال هكا، باش ما يكونش عنده، او لا باش هاد الهضره هادي ما يكونش عندها واحد التاثير كبير على هذاك الشخص اللي بيتلقاه ولا اللي بيسمعه. وبالتالي هنا كنهضروا على لا فيغور دو ستيل ديال لو فيميسم. غادي نشوفوا اخر حاجه ولا لا ديرنيير فراز. C'est un gamin âgé. Un gamin ou sabi. Âgé ou cher. Ou la ajouz. Ou la moussine. Un âge, je vais juger le chouage normalement, le homme qui est d'ado. Hadj chouage hado. Quand je vois hadl ansour hada, hada hadl ansour hada, le homme qui est d'adin, on t'naqdin normalement. Fais-je qu'un diro hadl haja hadi, fais-je qu'un jumeau bin juge diel l'anansir, le homme t'naqdin. يعني في نفس البلاصه وقرب لبعضياتهم كنستعملوا لا فيغور دو ستيل ديال لوكسيمون.